انطلقت المحادثات بين طاقم المندوبين عن تحالف كحول لافان وطاقم مندوبي حزب الليكود في تل أبيب، استمراراً للمحادثات التي دارت بين نتنياهو وغانتس في مقر الرئيس الإسرائيلي روفن ريفلين لإيجاد صيغة لتشكيل حكومة وحدة. هذا وأوعز كل من غانتس ونتنياهو إلى طواقم المندوبين بعدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام خشية من الإضرار بسير المحادثات، بعد أن أعرب ريفلين عن رغبته بالتكتم على نتائج هذه الجلسات. ويشار إلى أن رئيس طاقم الليكود الوزير ياريف لافين قال في مستهل اللقاء إن هناك الكثير من العمل، وهذا يتعلق أيضا بالجانب المفاوض الآخر، في الإشارة إلى كحول لافان.